فيلمنا النهاردة بيبدأ بمقدمة سريعة كده وبيقول لنا إن في سنة 1959 كان في ناس روسية كده طالعين رحلة في منطقة مليانة تلج في جبال الأورال، وعددهم كان 9، وفي ظروف غامضة جدا الناس دي ماتت. وبيعرفنا إن لحد الوقت الحالي الموضوع ده لغز، والمكان اللي الناس دي ماتت فيه اتعرف بممر اسمه ممر دياتلوف. وعلشان السبب ده بقى في مجموعة من طلاب الجامعات من ولاية أورجون قرروا ان هم يروحوا روسيا ويحققوا بنفسهم في الممر ده. والمجموعة دي كانت بتتكون من الرئيسة بتاعتهم اللي بتتكون من باحثة واسمها هولي وتلميذة في السينما اسمها دينيس، وفي عندنا بقى 2 كده خبراء طالعين معاهم اسمه أندي وجي بي. وبسبب ان هم عندهم بقى خبرة وعندهم تكنولوجيا متطورة قالوا ان احنا يعني مش هيحصل لنا حاجة وهنبقى مستعدين جدا لأي حاجة ممكن تحصل لنا. وبنشوف ان بعد شهور من التدريب والتحضير للرحلة دي بتبدأ المجموعة بقى وهي متحمسة جدا في رحلتها لدولة روسيا. وبعد كده بنشوف المجموعة وهما في القطر لحد ما بيوصلوا لبلد اسمها إيفيدال، وبيكونوا راحوا للبلد دي عشان يقابلوا واحد اسمه بيتر. وبيتر ده المفروض يكون العاشر بتاع 9 اللي ماتوا في الممر، ولكنه الوحيد اللي بيعيش منهم بسبب ان هو تعب وما كملش معهم الرحلة. ولكن الراجل ده بيجيله مرض نفسي وبيكون محبوس في مصحة. وبتروح المجموعة دي للراجل ده المستشفى عشان تتكلم معاه، ولكن الدكاترة بتوع المستشفى بيبعدوهم عنه وبيقولولهم ان بيتر مات. وطبعا كلهم بيتصدموا من الخبر ده، وبالصدفة كده بيبصوا على الشباك من الشبابيك بيلاقوا راجل عجوز واقف في الشباك وكاتب ليهم كلمة على ورقة كده، ولكن علشان الكلمة مكتوبة باللغة الروسية محدش بيفهمها. وبعد كده بقى بنشوف الجروب ده وهم رايحين لمكان كده عشان يشربوا حاجة هناك، ولما بيوصلوا بيكتشفوا ان المكان اللي هم فيه هو نفس المكان اللي شربت فيه المجموعة اللي ماتت في الممر، يعني اخر مشروب في حياتهم، وكنوع يعني من انواع الهزار يعني. وكده الجرسون اللي موجود هناك بيديلهم نفس المشروب اللي شربوه 9 اللي قبل ما يموتوا. وبنشوف المجموعة دي بقى وهي في الحانة بيقابلوا واحد اسمه سيرجي بالصدفة يعني، وبياخدهم كده بالعربية بتاعته على اقرب مدينة للممر اللي هم رايحينه. وبعد ما بيركبوا معاه بيوصلوا المدينة اللي هم رايحينها. هناك بيعرفوا ان عمة الراجل ده اللي اسمها علياء عايزة تتكلم معهم لانها بتكون من اول الناس اللي شافوا الحادثة بتاعت الممر. بتوافق هولي كده وبيروحوا معاه، ولكن قبل ما يروحوا بتطلب منه هولي ان هو يقول لهم معنى الكلمة اللي الراجل العجوز ده كان كاتبها لهم، وبيترجم لهم الكلمة الراجل الروسي ده وبيقول لهم ان معناها الابتعاد. وبعد كده بنشوف الجروب لما بيروحوا كده يتكلموا مع علياء واللي بتبدأ تحكي لهم عن الجثث الـ11 اللي لقوها سنة 1959. كمان بتحكي لهم ان هي شافت آلة غريبة كده جنب جثتين كانوا متضررين قوي يعني. وهنا هولي بتبدأ تقلق لان في التقرير الرسمي قال ان في 9 كده من الجثث بس، ولكن علياء بتفضل مصرة على رأيها وبتقول ان هم 11 جثة. وعلى الرغم يا بيه كده من ان في تفاصيل متناقضة مع بعضها الا ان المجموعة بتصدق كلام علياء. وبنشوف بعد كده المجموعة هم مستمرين في رحلتهم لجبال الأورال، وبعد ما بيمشوا فترة كده بيشوفوا اخيرا جبل الموتى، وده نفس المكان اللي مات فيه 9 بتوع الممر. ومع ذلك بتفضل المجموعة محافظة على معنوياتها، وبيطلعوا الجبل وبيفضلوا طول الطريق يتكلموا ويضحكوا بقى من غير ما يحسوا بخوف ولا قلق. وبعد شوية بتعبوا من المشي وبيقرروا ان هم يقعدوا في مكان كده يريحوا شوية، وعشان يعني هم استعدوا بشكل كويس قبل الرحلة المجموعة ما كانش بيواجهها أي صعوبات في ان هم يعني عسكروا ويعملوا أكلهم على الرغم من ان البرد كان شديد. وفي الليلة دي بقى بنشوف جينيس وهو بيبص المسافة بالمنظار، وبتشوفه هولي كده وبتروح له وبتتكلم معاه وبيقول لها ان قبل 9 دول ما يموتوا الناس اللي قريبة بتقول ان هم شافوا في اضواء لونها برتقاني خارجة من المكان اللي هم كانوا موجودين فيه. ولا هولي كانت عارفة ان هو عنده نظريات مؤامرة كده عن الناس اللي ماتت، فبتقول ان دي مجرد حالة من حالات الشك اللي بتجيله على طول يعني، عشان كده ما اهتمتش لكلامه. وبنشوف في اليوم التاني جينيس وهو مصدوم وبيقول لهم ان في خطوات بشرية عملاقة محيطة بالموقع اللي هم قاعدين فيه يعني. وبعيدا عن ده بقى من الواضح كده ان البصمات بتاعة الرجلين اللي على الجليد هي بصمة لحد حافي يعني ماشي من غير جزمة، وده حاجة مستحيلة لان البرد شديد جدا. وفي اللحظة دي بتبدأ دينيس تعبر ان هي خايفة من الرحلة دي، وبنشوف اندي وهو بيتهم يعني هولي ان هي اللي عاملة الموضوع ده عشان تهزر معاهم وتخوفهم، ولكن بيخلص المناقشة في الكلام ده يعني سريعا. وبيبدأوا يمشوا ناحية المكان اللي هم عايزينه بالرغم من ان هم بدأوا يحسوا بالتوتر والخوف. وبعد فترة من المشي بيبدأ المجموعة 9 تسمع كده صوت غريب
جاي من مكان مش معروف، وبعدها بيشوفوا برج كده صغير وبيجروا عليه بسرعة وبيبقوا فاكرين ان الصوت جاي منه. وبتقرر هولي ان هي يعني هتطلع عليه عشان تشوف ايه اللي جواه وتصوره، ولكنها بتتصدم صدمة كبيرة لما بتلاقي محطوط جواه لسان مقطوع، ومن الصدمة بتقع في الارض من فوق البرج. وبعد كده بنشوف المجموعة وهي بائسة جدا، وبيبدأ كده يتغير مزاجها ويتحول الخوف والقلق، وبيبقوا مش متأكدين هل هيكملوا ولا يرجعوا. وبتبدأ تقول دينيس كده ان جايز اللسان مقطوع ده تحذير ليهم، ولكن هولي بتقولها يا ستي مفيش حاجة ما تقلقيش، وهي من جواها بتترعش اساسا. وبعد كده بتشوف هولي جينيس وهو قاعد بعيد، فبتروح له كده تقعد معاه، وبيبدأ الاتنين انهم يتكلموا عن احلامهم. وبتقوله ليه هي حلمت ان هي كانت في نفس المكان ده، وانها كمان شافت باب كده بيسحبها زي المغناطيس، وحبت كلام فاضي كده يعني. وبعد ما بيرتاحوا شوية بتبدأ المجموعة تكمل رحلتها عادي. وبعد كده بتلاحظ هولي ان المناطق اللي حواليها معروفة وكأنها يعني شافتها قبل كده، وفجأة بتقف هولي وبتقول المجموعة ان هما وصلوا. والموضوع ده طبعا بيكون غريب لان هما وصلوا بسرعة قوي، يعني كان متحدد ليهم وقت اكتر يعني وصلوا فيه، حاجة غريبة. وعلى الرغم من ان الموقف ده غريب، لكن المجموعة ما اهتمتش، بيقولوا يمكن خرموا ولا حاجة، وعملوا مكان تاني يعني يخيموا فيه. وبعد كده بنشوف هولي وهي ماسكة كاميرا وبدأت ان هي تصور وترسم على التلج اجسام التسعة اللي ماتوا بالترتيب، وتبدأ تحكي مصير كل واحد فيهم. وبعد ما بتصور السرد بنشوف أندي وهو بيحاول يصلح الجي بي اس، بس بيكون فاكر ان هولي هي اللي بوظتها له، ولكن في نفس الوقت ده بيرد عليه جي بي وبيقول له ان الساعة بتاعته كمان اتعطلت. وقتها بيقول أندي ان هم لازم يمشوا من المكان ده، وبيبدأ يفكرهم بالحاجات الغريبة اللي حصلت لهم، وان كل دي اشارات يا سادة عشان نرجع بقى وما نكملش ام الرحلة دي. وكلهم بيحاولوا يقنعوا هولي ان هم يرجعوا، ولكن هولي بتكون مصرة ان هم لازم يفضلوا، وان مش شرط يعني ان كل اللي بيحصل ده يكون دليل على ان في حاجة غلط، ممكن تكون صدفة. بالليل بقى بنشوف هولي وجينيس وهما بيحاولوا يختبروا مستوى الاشعاع في المنطقة. وفي وقت الاختبار بتلاحظ هولي ان الجهاز اللي في ايديهم بيبقى اقوى واقوى كل ما بيقربوا من منطقة معينة، لحد ما بتكتشف هي وجينيس ان في باب معدني مستخبي تحت طبقة من التلج، واضح كده ان هو مدخل لمخبأ تحت الارض. ومع الاكتشاف بيقول جينيس لهولي ان هما مش المفروض يفتحوا الباب لان اكيد ده تبع الحكومة الروسية، ولكن هولي بتصر على انها ما تخبيش اي حاجة في التحقيقات وتقول عن كل اللي شافته، ولازم انها تفتح الباب وتشوف جواه في ايه. بيوافق جينيس بقى وبيساعدها، وبينجحوا في انهم يفتحوا الاكرة بتاعت الباب، ولكن بسبب التجميد بيبقى الباب مش عاوز يتفتح. وبيروح جينيس عشان يجيب مية سخنة عشان يفك التجميد ده، ولكن هولي بتوقفه وبتقوله يعني لو هو عمل كده الباقيين هيلاحظوا وهيبدأوا يخافوا ويقلقوا، هي مش عايزة كده، وبتقوله يخلي الموضوع سر بينهم ويبقوا يفتحوه الصبح بقى. وبعد كده بيرجعوا المكان اللي الجروب بتاعهم قاعد فيه، وبنشوف جي بي وهو بيسأل هولي لو كانت شافت أي حاجة غريبة حواليهم هي يعني وجينيس، ولكن هولي بتقوله لا 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 مفيش حاجة، مفيش أي حاجة. بيجي المشهد اللي بعد كده لتاني يوم لما بيصحى أندي ودينيس لما بيسمعوا صوت انفجار عالي جدا، وطبعا الباقيين كمان بيسمعوا نفس الصوت، وبيطلعوا كلهم بره الخيمة عشان يشوفوا فيه ايه، وبيتصدموا لما بيشوفوا انهيار جليدي بيحصل، وبيبدأوا ان هم يلموا حاجاتهم بسرعة، وطبعا ما بيلحقوش يلموا حاجاتهم كلها، فبيسيبوا الحاجة كده وراهم وبيطلعوا يجروا. في الوقت ده بتتكعب لدينيس وبتقع في التلج، ولسه اندي هيروح يلحقها الا ان الكاميرا بتنزل على وشها وبتموت، وبيقدر الباقيين ان هم يجروا بسرعة وما بيموتش منهم غير دينيس، ولكن اندي كمان بيحصل له اصابة خطيرة جدا في رجله. وفي الوقت ده بتبدأ المجموعة كلها تتوتر، وبيبدأ جينيس والجي بي يتخانقوا مع بعض، وبيكون جينيس فاكر ان كل ده تخطيط من الجيش الروسي علشان يقتلهم، لحد ما هولي بتوقفهم وبتسأل اندي عن المفروض يعملوه دلوقتي، وبيقول لهم اندي ان هم بيستخدموا مجموعة الاسعافات بتاعته يعني عشان يعالجوا الاصابة اللي في رجله، واللي بتعرفوا ان الاصابة بتاعته دي بتكون خطيرة جدا، ولكن على الرغم من كده بينجحوا في ان هم يعالجوه ويسيبوه يرتاح. وفي الوقت ده بيقترح جي بي ان هم يضربوا مسدس كده بتاع الانوار المضيئة عشان ينبهوا الناس القريبين لاماكنهم، ولكن جينيس طبعا بيقول لا ما يعملوش كده لانه بيكون خايف ان ممكن الجيش يحدد مكانهم. بعد كده بيلاحظ جي بي كان جينيس كده وهولي مخبيين حاجة، وبعدها هولي بتبدأ تعترف وتقول ان هي وجينيس لقوا الباب المعدني ده اللي مليان اشعاع، وبيبدأ جي بي يتعصب لان هولي وجينيس ما كانوش قد المسؤولية. وبيهدى جي بي كده وبيشوفوا ان القرار المناسب ان هما يضربوا بالمسدس المضيء
وفي الوقت ده بيلاحظ جينيس ان النار اللي خارجه من المسدس لونها برتقاني، وده معناه ان الناس اللي شافته قبل ما يموتوا بتوع الممر كان برضو انوار مضيئه. وبعد كده بنشوف هولي وهي بتعتزل لجيبي عشان خبت التفاصيل بتاعت المخبأ عليه. بعد شويه بنشوف اندي وهو بيعتذر لجينيس عن اللي حصل، وفجاه بيشوفوا شخصين كده جايين من بعيد، وطبعا اول رد فعل طبيعي منهم ان هما بيفتكروا ان حد شاف الاشاره بتاعتهم وجاي عشان يلحقهم. وبسبب ان اندي عنده خبره كبيره جدا في المشي لفترات طويله، لاحظ الاتنين اللي جايين عليهم معهمش شنطه ظهر، فبالتالي ان في حاجه غلط، وبدا اندي يقول لاصحابه ان هما يسيبوه وراهم لان هو مصاب وكده كده ميت. وفي البدايه ما كانوش راضيين يسيبوه ويمشوا، ولكن هو اصر عليهم وفي الاخر بيوافقوا يسيبوه وراهم وبيمشوا. وقبل ما يمشوا ادوا لاندي مسدس نار عشان يدافع عن نفسه، وهما طالعين يجروا بيسمعوا ضرب النار وراهم، وبيشوفوا الشخصين وهما بيقتلوا صاحبهم اندي. طبعا المجموعه بتترعب من المشهد اللي بيشوفوه، وبيجروا ناحيه المخبأ على امل ان هما يستخبوا بعيد عن الشخصين اللي بيقتلوا دول. وفي الوقت ده وهما بيحاولوا يفتحوا الباب، للاسف في طلقه بتضرب على جي بي في كتفه، ولكن بيتفتح الباب وبيدخل الثلاثه بسرعه من غير اي تردد، وبيقفلوا الباب كويس. وطبعا جوه المخبأ ما كانش فيه اي حاجه غير سواد والدنيا ضلمه، عشان كده جيمس بيشغل الكاميرا بتاعت الرؤيه الليليه عشان نشوفه، وبيبان قدامهم نفق مقسوم نصين، وبيشوفوا كمان المفتاح اللي بينور النور في المكان. على طول بيشغلوه، بيبداوا ان هم بقى يشوفوا، وبتبدا بقى تمشي المجموعه في واحد من الانفاق دي، ولكن الانوار مره واحده بتنفجر، وبيضطر ان هم يسيبوا النفق ويرجعوا يمشوا من تاني. وبيكتشفوا ان المكان ده فيه مختبر قديم تحت الارض، ولان جي بي بيكون تعبان فبيسيبوه في مكان بره المختبر عشان يستريح. وبداوا يفتشوا كده في الاوراق وفي الحاجات اللي موجوده عشان يعرفوا المختبر ده بتاع مين، واكتشفوا ان كان بيحصل فيه تجارب سريه جدا، وشافوا صور للتجارب دي. وبعد كده حس ان هم لازم يلاقوا طريقه يخرجوا بيها من المكان ده، وبداوا يدوروا من تاني في كل المكان لحد ما يشوفوا كهف وفيه اوض كده لطاقه نوويه، وده اللي بيفسر النشاط الاشعاعي القوي اللي موجود في المنطقه. وفي اوضه تانيه بيشوفوا فيها جثه جندي محطوط على ترابيزه، واهم التفاصيل بتاعته هو ان لسانه مش موجود، فعرفوا ان هو ده اللسان المقطوع اللي شافوه في البرج بتاع الارصاد الجويه. وغير كده كمان بتشوف هولي وجينيس بقايا ناس متفحمه، ولكن الحاجه اللي صدمتهم اكتر هي ان هم اكتشفوا ان في كاميرا موجوده في المكان زي اللي معاهم بالظبط. ومش كده وبس، ده كمان لقوا على الكاميرا دي نفس اللقطات اللي هم مصورينها في مستشفى الامراض النفسيه. وفي وسط ما هم بقى بيكونوا مصدومين، بيسمعوا جي بي وهو بيصوت من بره، وبيجروا عليه وبيلاقوا ان في مخلوقين بياكلوه، وبتشوف المخلوقات دي وبتجري عليهم وبيبداوا ان هم يهربوا، ولكن واحد من المخلوقات دي بيقدر يمسك وش جينيس، وبتبدا هولي ان هي بقى تهاجمهم وتدافع عنه. وبيبان ان المخلوقات ديت بتقدر انها تتنقل بسرعه من مكان لمكان. وفي الوقت ده هولي وجينيس ما بيشوفوش اي طريق قدامهم، الا انهم بيروحوا للكهف الطبيعي اللي شافوه، لان في عمق الكهف كان موجود باب معدني تاني، وبيقدروا ان هم يدخلوا الباب ده ويقفلوا وراهم. وفي الوقت ده بيسال جينيس هي ليه المخلوقات دي مش بتهاجمهم بقوه كبيره، شكله تعب كده وكان عايز يتاكل ويخلص ولا ايه. بعد لما بيخش الاوضه بيكتشفوا كهف حلزوني، اول ما بيحدفوا حجر فيه الحجر بيختفي، وهنا بيحس جينيس ان هم لقوا ثقب دوري قديم. وفي الوقت ده الكشاف بتاع الكاميرا بيطفي، وهنا بتقول هولي وهي بتعيط ان كل اللي بيحصل دلوقتي هي شافته في حلمها، وبتبدا تعتذر لان هي اللي عرضت حياتهم للخطر. وفي الوقت ده بتيجي فكره في دماغ جينيس لان ده ثقب دوري، فبيفتكر ان معنى كده ان هو ممكن يوديه لمكان تاني، وده هيساعدهم يهربوا، وانهم لو فكروا في وقت ومكان معين ممكن ياخدهم الثقب الدوري ده لهناك. فبدا يحطوا في دماغهم المكان بره المخبأ، بسبب يعني ان خلاص ما بقاش فيها اي خيار تاني قدامهم. وخرجوا الاتنين من البوابه دي، وقدر فعلا الثقب ده ان هو ينقلهم لبره المخبأ. وهنا بقى بتيجي الصدمه، بنعرف ان هما ما اتنقلوش بس لبره، لا دول كمان راحوا لسنه 1959، وفي نفس اليوم اللي لقوا فيه التسعه ميتين عند الممر. وبنعرف ان الجثتين الاضافيتين اللي شافتهم علياء في الوقت ده في الواقع كانوا هما جثه هولي وجينيس، وان الاله الغريبه اللي كانت جنب جسمهم هي في الواقع الكاميرا بتاعتهم. وهو ده بقى يا باشا اللي بيفسر ليه هولي وجينيس لقوا كاميرا طبق الاصل من بتاعتهم في المختبر، لان الجيش الروسي بيكون استولى عليها، بالاضافه كمان ان جثه هولي وجينيس كان فيها اضرار كتيره زي ما قالت علياء. اما بقى اخر حاجه صادمه، بيقول لك ان هو اتضح ان المخلوقات الغوليه اللي كانت بتهاجم هولي وجينيس هم نفسهم هولي وجينيس.
والدليل على كده ان في واحد من الغيلان كان عنده وشم على رقبته، وهو هو نفس الوشم بتاع هولي. وبنرجع بقى للحاضر، وبيكون اصل الاختفاء المفاجئ ده للمجموعة بتاعت هولي الوثائقية بقى موضوع دولي، وكل الدول بتتكلم عنهم، وبدأ ان هم يدوروا على الجثث بتاعتهم في جبال الأورال، وبيبقى الخبر ده اهم الاخبار في الولايات المتحدة وروسيا. ده غير ان اصلا خبر اختفائهم رجع الاهتمام تاني الممر ده، وده هيتسبب في ان مجموعة تانية عايزة تعرف ايه اللي بيحصل هناك، وهيروحوا يعملوا نفس اللي عملوه هولي وجينيس. وبس كده يا سادة، بنكون خلصنا العظمته بتاعتنا، وهشوفك في العظمته اللي جاية. لو اول مرة تشوفنا ما تنساش بقى تروق علينا في اللايكات والسبسكرايب. سلام يا صاحبي.